أول صفحة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم بتعرفنا على برنامج هالسنة لتروازيام جو انتر سكولير، بطولة رياضية بتنظمها جامعة اليو اس جي، بتضم عدد كبير من النشاطات الرياضية وعدد أكبر من التلاميذ من جميع المناطق اللبنانية. ضيوفنا اليوم هن من قسم الرياضة بجامعة اليو اس جي، برحب بليا دحروج وماريو متى، أهلا وسهلا فيكم. اليوم ما معنا كثير وقت، فسريعا بدنا ننقل كل المعلومات للمشاهدين. هذه السنة الثالثة بتقوموا بهالحدث وهي مجموعة من النشاطات الرياضية ليا. نعم، يعني هيدا الثالث اديسيون، بيجوا 51 مدرسة وبيشاركوا بكل السبور. عنا الفوتسال أم فام، باسكت أم فام، هاندبول أم، فولي أم فام، بادمنتون، كروس كونتري، وسويمينغ، وبينبون. يعني رياضات على أنواعها، بيختاروا التلاميذ أي رياضة بحبوا يشاركوا فيها. هن فرق تبع المدرسة بيجوا بيشاركوا ومقسومة باثنين ويك اند. يعني كل مدرسة ممثلة بفريق من قبلها بيشارك بهالنشاطات المختلفة. كيف أعمار التلاميذ ماريو اللي بيشاركوا؟ أعمارهم هن إنه على الأرجح سكوندير، يعني سكوند بريمير ترمينال، يعني بين 16 و18 سنة بيشاركوا. شو الهدف من هالحدث؟ ليش بتجمعوا كل هالتلاميذ من كل هالمدارس؟ هلا أول شيء كرمال يلعبوا ويتسلوا وإنه يلعبوا، وكمان إنه بيصير في تنافس بين المدارس وبيعلى المستوى تبع اللعبة والتلاميذ وهيك. يعني لتتشجعوا المنافسة الرياضية والروح الرياضية كمان عند الشباب. وفي سبب إضافي كمان خبرتيني عنه ليا، كمان لنفرجه يعني إنه اليو اس جي مش بس كله درس، إنه وقتها بيجوا على اليو اس جي كمان في قسم رياضه كثير مهم. يعني بس مش بس جامعه اليسوعيه بارزه اكاديميا، انما كمان بتقدم خيارات لمجموعه من النشاطات الرياضيه. يعني في شيء تجذب الرياضيين لعندكم، وبعرف هلا عمر كثير حساس من 16 و18 بلشوا يفكروا باي جامعه بدهم يكملوا دراستهم، وهيدي كمان من الاسباب اللي بتخليكم تقوموا بهالحدث. شو عم نشوف هون بالصور؟ هول الكؤوس والميداليه يلي بيربحون كل سنه. هول صور تبع سنة الماضية، هيدا فريق جمهور ربحوا سنة الماضية بالكروس كونتري. نعم، السنة الماضية كان عندكم 49 مدرسة مشاركة، هالسنة نعم. لحد هلا 51، بعد في مجال لمشاركة مدارس؟ لا، نحن بنبعت لكل المدارس دعوي وهن بيردوا لنا خبر. نعم، كمان بالسباحة، وين بتتم هالنشاطات الرياضية؟ في ملعب، في عندنا دو كامبوس، كامبوس الماروكز بالأزيب فيه ملعب فوتسال وهاندبول وهيدا، وفي بالسي اي اس على المتحف كامبوس دو لينوفاسيون اي دو سبور، فيه سويمينغ وبينج بون وفولي وباسكت. نعم، الملفت بهالحدث هو المنظمين، انتم بتنتموا لفريق المنظمين، وبعرف انه انتم تلاميذ بالجامعه وكمان بتشاركوا بالنشاطات الرياضيه. بهيدا الايفنت ما بنشارك، هيدا لكل المدارس. نعم، بس نحن يلي بينظموه. يعني انتم رياضيين؟ نعم، بس يلي نعم انتم يلي بينظموه الفوتسال. نعم، بننقي يعني يلي بده يكون فولونتير يساعد للايفنت، يعني بيجي وبيساعد. في جروب شباب، يعني نحن بنهتم بالتنظيم وبنكون على الارض يعني. نعم، اذا بعرف السنه الماضيه ليا كنت متطوعه. نعم، وهالسنه انضميتي للفريق رسميا. نعم، فينا نقول هيك. كمان بنفس الوقت الى جانب هالنشاطات الرياضيه، انتم بتعملوا نوع من الريكروتمنت، يعني بتختاروا رياضيين بتعتبرون انه بارزين بيستحقوا انه يكملوا بهالمجال. هيدا التورنوا بيساعدنا اكثر شيء نشوف التالنتس وقتها بيكونوا صغار، يعني اذا مثلا سنه الماضيه شفنا في وحده مثلا بالجمهور بتلعب فوتسال اخذناها وانه صار نمرنها اكثر، فوقتها بتجي على اليو اس جي دغري بتصير عندها نيفو عالي. يعني عم بتطور هالموهبه اللي عندها، الموهبه الرياضيه. بعرف كمان انتم بتشاركوا ببطولات خارج لبنان مش بس بلبنان. مظبوط، خبرنا ماريو. مثلا هلا مش من زمان كنا بنوفمبر كنا بمدريد، رحنا كل الالعاب يعني كل اليو اس جي، رحنا يعني فوتسال وفولي وباسكت وتنس وبينبون. نعم،
ونعمل نعمل نتائج كمان. مثلا باسكت بنات ربحوا الدوره. نعم بدنا نذكر المشاهدين ايمتى راح تتم هالبطوله؟ لين ويكندز هذا الويك اند 14 15 16 فيفريي و 21 22 23 مفتوحة للمشاهدين إذا البعض حابب ينزل ويحضر ويشجع أكيد نعم. في محل ليقعدوا شكرا لكم عقبال كل سنة وإن شاء الله الروح الرياضية دائما بتجمع كل تلاميذ مدارس لبنان أهلا وسهلا فيكم وقفي مشاهدينا ومنتابع